ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دكتور باهر ربيب استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، واللي هيكلمنا النهاردة عن الشلل الدماغي وخاصة للأطفال اللي بيكونوا لسه مولودين، وكمان عن مرض الصرع وأحدث تقنيات علاجه. أهلا بحضرتك يا دكتور. نورنا يا دكتور. لفت نظري الصرع، ممكن تكلمنا عن الصرع الأول؟ حاضر، تحت أمرك. هو الصرع ده مرض مزمن بيجي في أي عمر، ملوش عمر معين، ليه أسباب كتير قوي، فيها أسباب أورام مخ، نزيف في المخ، عيوب خلقية الطفل أو حد مولود بيها، وساعات برضو بس سوري أنا أسفة المقاطعة، ممكن يبقى وراثي؟ ممكن ساعات بيبقى وراثة، في حاجات في الجينات، ممكن المريض ما يبقاش عنده أي حاجة ويبقى صرع بدون أي أسباب، ممكن واحد عنده مشاكل في التحاليل، في أسباب كتيرة قوي قوي ليه. بنشخصه طبعا عن طريق ان بنعرف الاعراض اللي بتيجي للمريض، ممكن يغيب عن الوعي، ممكن يعض لسانه، ممكن يروح في غيبوبه، ممكن يحصل له حركات لا اراديه في ايديه او رجليه او الاطراف الاربعه، ممكن يبقى هيئه صداع، في فورم كتير قوي. ملوش سن محدد؟ ملوش سن معين، من اول البيبيهات والاطفال لحد يعني في اطفال كبار. صغيرين خالص في كتير بجد بيحصل كتير معاهم صرع. طيب ايه اول حاجه ممكن تلفت نظر الام؟ الطفل يغيب عن الوعي، بيعمل حركات لا اراديه مش شايفها، ممكن يكون باصص لها وقاعد متوه شويه كام ثانيه، يعني شارد او سارح. بالظبط بالظبط. وبعدين بنشخصه، بنعمل بقى رنين، بنعمل رسموخ، بنعمل فحوصات كتير يعني تو انفستيجيت، وبعدين بنشوف هل ليه سبب، هل طلع ليه بسبب مثلا ورم او نزيف او ايا كان. ممكن يبقى السبب ورم او سبب وراثي أو اي حاجه بقى، التهاب سحائي والواحد طفل، ممكن حاجات بقى عيوب خلقيه في المخ او تكوين المخ، في اسباب كتيره قوي، كل حاجه ليها علاج. في حاجات علاجها ادويه، بنجرب الاول الادويه. لو الادويه جربها المريض واخد كذا دواء لمده كذا شهر وما فيش اي نتيجه، لو ليه علاج جراحي بيتعمل له علاج جراحي. أوكي. ده انا بتكلم على الحالات اللي هي ما فيش سبب عضوي جوه المخ زي ورم او نزيف او حاجه. طيب هنشوف صور مع حضرتك يا دكتور دلوقتي بس عن الصرع. دي حاجه في امريكا كنا بنعملها، اللي هي روبوت، اللي احنا بندور على البقره بتاعه الصرع عن طريق ان الروبوت بيدخل روبوت ده روبوت. فالروبوت ده بيتارجت حتت معينه اللي هي المسؤوله عن التريجر بتاع الفوكس بتاع الابيليبسي بتاعه الصرع. وبعدين المريض بيقعد يتعمل له رسم مخ لمدة كذا يوم لحد ما يقولوا دي المكان البقرة وتدخل تتشال بالجراحة. طيب هي الحاجات دي حضرتك بتقول في أمريكا بره، هي الحاجات دي مصر يعني بس هل تدخل ولا لا؟ يعني هي لسه الروبوت ما دخلش، بس في حاجات تانية دخلت. أوكي. ستيريو تاكسي حاجة بديلة ليه شوية. طيب التفصيلة دي إيه يا دكتور؟ دي حاجة تاني، دي إحنا قلنا يا إما بيعمل عملية جراحية أو بياخد أدوية أو بيركب جهاز اسمه الفيجال نيرف ستيميليتور أو اللي هو جهاز تحفيز العصب الحائر. بيتركب فين؟ عندي عمليه قريب الاسبوع ده هعملها في اسكندريه. بيركب في الفيجاس نيرف في الرقبه ما بين بيحس بيتوصل بليد ببطاريه وبيظبط ليه تظبيط بجهاز معين. هو بيبقى باين؟ لا تحت الجلد ما بيبانش خالص. طب لو اطفال او سن صغير؟ اي سن بس مش بيبان. ما بيأثرش؟ لا بقى البطاريه بتاعته يعني ده الجهاز بتاعه بيتظبط بال زي ايباد بيتبرمج وفي لي اللي هو الايد اللي بتظبطه ودي البطاريه بتاعته. هتبان في الصوره اللي وراها. ممكن نشوف الصوره اللي وراها. هو ازاي بيتبرمج من غير ما تفتح، بتزود الجرعه بتاعه. انا بس مستغربه عشان لو في اطفال بتلعب بيتعمل في السن الصغير 3 سنين 4 سنين بيتعمل وبيتغير ده بالبطاريه بقى، كل ما عمر البطاريه بيخلص من كتر الاستهلاك مثلا. يعني ممكن البطاريه تخلص خلال مثلا قد ايه؟ ملهاش معاد، حسب استهلاكك. ماشي وخلصت سنتين نرجع ثلاثة بنفتح خمسة. تاني نفتح مكان ده ونغير البطاريه بس. اوكي. بس دي حاجه بالنسبه لي انا اول مره حقيقي بسمعها. كنا بنعملها في امريكا كل يوم. اوكي بس هي دلوقتي خلاص يعني هي موجوده في مصر بس يعني جهاز ثمنه غالي ومحتاج جهات من الدوله تشيله وحاجات زي كده. اوكي بس حوار ان هو البطاريه ان هي تخلص ونرجع نفتح تاني ما بيسيبش اثر والحاجات دي؟ لا خالص، هو جرح صغير بنفتح نفس الجرح. اوكي. طلع البطاريه وتركب واحده تاني ويتبرمج وخلاص. طب ده بالنسبه يا دكتور للجهاز ده. اوكي. قلنا ممكن لو حد بيعاني من الصرع ان هو ياخد ادويه. طب في لو ادويه كتير يعني انا عايزه اعرف ازاي الواحد يعني ازاي يتعالج من الصرع غير العمليه؟ اللي بتبدا معاه
ادويه بتجرب دواء وتشوف الجرعه مناسبه ولا لا، ودي حاجه انديفيديوال كل واحد غير التاني. حسب ممكن استجابه، ممكن انا استريح على دواء انت تستريح على دواء تاني، وفي الاخر بتشوفي استريح على دواء واحد او دوائين او ما استريحش خالص ويحتاج عمليات. اوكي، وده حسب استجابه جسم كل حد مختلفه عن التاني. ملهاش قاعده معينه. يعني ممكن انا استجيب للعلاج وغيري لا، ما يجي يستجيب على دواء تاني خالص. ده بيفرق بطبيعه الجسم. طيب دكتور، دلوقتي عايزين نتكلم عن شلل دماغي خاصه عند الاطفال، وعايزه اعرف اعراضه ايه، اسبابه ايه. هو شلل دماغي هو برضو مرض بيجي في يبدا من السن الصغير، من اول ساعات اثناء الحمل لو الام تعرضت لاي ميكروب او التهابات او بعد الولاده. لا، لما بيتولد الطفل بيبان بعد كده. يعني ساعات يبقى عندها كان ميكروب اثناء الحمل وندور على سبب بعد ما نلاقيش. الولد مثلا جاله صفراء، جاله التهاب سحائي، حادثه، في مليون سبب. في الاخر النتيجه ان هو بيبقى عنده ايديه ورجله او نص اليمين او الشمال او نص تحتاني، في كذا نوع بيبقى عنده تخشيبه، يعني ايديه ورجليه مش بتفرق زي الفيديو زي ده يا دكتور. يعني في مقاومه جديده في الفتح والقفل، فدول مش بيعرفوا يمشوا كويس. طب يا دكتور، الطفل هنا هو اتولد كده؟ هو اتولد عنده مشكله، ولما ابتدى يمشي ويكبر الاهل ابتدوا ياخدوا بالهم. بس والعمليات دي بتتعمل من، يعني بنعملهم طبعا عمليات للحالات اللي هي ده بعد العمليه. لما عملنا له عمليه في ظهره رجليه فكت، ده واحد تاني برضو كان قبل الرجلي. شوفي واخده بالك يعني. دكتور، الولد ده عنده كام سنه؟ ده 4 5 سنين.